السلام عليكم ورحمه الله ومرحبا بكم فيديو جديد. وبعيدا على الوصفات اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم طريقه سهله لتنقيه الخرشوف او الخرشوف. غادي نتنقيو كميه كبيره فوق تواجيز وانا متاكده غادي تبهركم النتيجه. وحتى الاغلبيه الا ما كانش كلشي كنعكزو هكا نقيوه، وحتى المشكل ديال الكحوليه في اليدين والتشققات. ومع هذه الحيله اللي غادي نشارك معكم نسي عليك هذا الشيء كامل وارك الشهوات والطويجات الخرشف بدون عناء وافاده كبيره للصحه ديالنا. نظرا للعديد من الفوائد المكونات الصحيه اللي كيحتوي عليها، وكذلك غادي نشارك معكم طريقه للتخزين في الثلاجه والمجمد الا كنتم مهتمين. وخليكم مع الفيديو حتى الاخير باش نستافدوا من جميع المراحل. والحيله او الفكره اللي غتسهل لنا هذه العمليه هي هاد السلك اللي كنغسلو به الماعن. كتاخذوا واحد السلك كيكون خاص، كتخليه خاص انكم تنقوا به الخرشف، يعني سلك جديد. والسلك النوعيه اللي غتاخذوا النوعيه جيده، هذاك ديال الاينوكس ماشي داك السلك ديال 2 دراهم، غتاخذوا كنظن 5 دراهم فما فوق. يعني خذوه وخليوه خاص غير الخرشف هاد الفتره وهاد الموسم ديال الخرشف. كما كنعرفوا الخرشف غني بالفوائد، يعني نحاولوا نستغلوه في هاد الفتره اللي موجود فيها. كتاخذوا كيف ما قلت لكم هاد السلك وكتقطعوا هكا واحد القطعه تاع الخرشف ولا واحد الطرف، كتحكوه كتبقى تحكوه غير بشويه، راه كيحيد منه هذيك الغبره وهذاك التراب وحتى هذيك القشره اللي كتكون بيضه اللي كنلقاو صعوبه اننا نحيدوها بالموس. كما كتشوفوا معايا راه بكل سهوله كتحيد، يعني ما بدون عناء بكل سهوله كتحيد. كيكفي غير ديروا هكايا كانكم كتدفعوا صافي، غادي تحيد لكم هذيك القشره اللي كاينه الفوق كامله، هذيك القشره الشفافه كلها كتحيد. وبالنسبه لليدين اما كديروا ليغات ولا كتحطوا حداكم واحد الطريف ديال الحامض، كتبقاو فين ماتش يعني في كل ما بين دقيقه ودقيقه ولا جوج دقائق بحال اللي كديروا صبعانكم في داك النص حامضه، كتخشوا فيه صبعانكم باش هكايا ما ديك الكحوله ما كتلصقش لكم في اليدين. وبالنسبه اللي عندهم بطبيعه الحال هاد القفازات اولا لي ليغون استعملهم، كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه اللي ما عندهمش انا كنقول لهاد القضيه ديال الحامض بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، ولا واحد شويه ديال الخل ديروه هكا في واحد الطبيسي حداكم وتبقاو تخشيو ايديكم صبيعاتكم في الخل صافي. وبالنسبه لهذا الماء اللي غادي نحط فيه انايا الخرشوف، كما كتعرفوا راه كيكحل، انا الماء شديته درت فيه هكا واحد القطع ديال الحامض كيف ما شفتوه معايا في الاول، وهكا قطعتهم رقاق وحاولت يعني بحال اللي كنحلهم كنفرتتهم مزيان في داك الماء باش كيطلقوا لينا هذاك اللب كامل، كنحاول نطلقوا في داك الماء. واللي ما عندوش الحامض كتقدروا تعوضوه بالخل كما شفتوا معايا. انا كنتمنى ان الفيديو يكون موضح الطريقه امامكم. شوف معايا ديك القشره البيضاء كامله تحيدات ما كتبقاش نهائيا، وكتسهل عليكم انكم تنقيوه بسرعه وفوق تواجيس. كيكفي ملي كتحيدوا هذه القشره كامله من الجوانب بجوج صافي، كتاخذوا غير الموس هكا وكتحاولوا تحيدوا ديك الخيوطه اللي كيكونوا لداخل والبقايا ديال الخيوطه كما كنعرفوا ديال الخرشف. كيف ما شفتوا كانت هذه هي الطريقه، راه سهله يعني ما كتاخذ منها لا وقت لا والو. المشكل اللي كنلقاو في الخرشف هو هذيك القشره البيضاء هي اللي كتكون صعيبه انها تحيد بالموس، يعني كتبقاو خصنا نبقاو نحيدوها بشويه بشويه. هنايا بهذه الطريقه سهله، يعني غير كتديو تجيبو كتحكوها كتزول تماما وفي مره واحده وصافي. انا بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله انا كنت غادي نستعمله. بالنسبه لطريقه التخزين كتشدو كتاخذوا الماء غليان، كتغليو الماء كديرو في واحد الكاسرونه، كتغليو الماء كتخليوه حتى كيغلى، وكتضيفوا عليه واحد الطريفات ديال الحامض غير قلالين ماشي كثار، وواحد القبيسه ديال الملح. راه الخرشف ما كيبغيش الملح بزاف، يعني راه دغيا كيشد الملح. وكتحطوا فيه هذا الخرشف كتخليوه 5 دقائق، يعني كيغلى 5 دقائق لا اقل ولا اكثر، 5 دقائق. من بعد كتحيدوه وكتخويو عليه الماء بارد وكتخليوه حتى كيبرد، ومن بعد كديروه في البلاستيكات الخاصه بالمجمد وكتقدروا تحتفظوا به. راه كيبقى مده تقريبا ما بين شهرين 3 شهور هكايا، حاولوا ما تفوتوش هذه المده. ومن الاحسن انه يتكال طري، ما كاين محسن من شي حاجه تتكال طريه. وبالنسبه من بعد الاحتفال ديالو يعني طريقه الاستعمال، ملي كتبغوا تجبدوه تستعملوه ما كتجبدوهش تطلق نيشان من المجمد للطاجين ولا الكوكوط ولا الطنجره اللي غادي نطيبوا فيها. المهم يعني اهم حاجه انكم تجبدوه نيشان من المجمد للطاجين، هذه هي طريقه الاستعمال ديالو. وبالنسبه الى بغيتوا تحتفظوا به في الثلاجه من بعد ما تسلقوه كتخليوه حتى كيبرد، وهذاك الماء اللي سلقناه فيه وصفيناه كتخليوه حتى هو حتى كيبرد. من بعد كديروا في واحد البواطه من الاحسن تكون ديال الزاج، وكترجعوا الخرشف في هذاك الماء وكتحتفظوا به في الثلاجه. المده كيبقى ما بين 10 ايام حتى 15 يوم، وقت ما بغيتوا كتجبدوه. كانت هذه هي الحيله ديالنا او الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. نلقاو فيديو قادم مع وصفه او حيله اخرى جديده. خليتكم في امان الله، مع السلامه.